أنا يعني عندي إحساس كبير جدا إن إحنا هنظل نتحدث عن الحشاشين في عناصر كتيرة جدا. ليه النهاردة بنتكلم على الديكور؟ لسه بنتابع الحلقة الثانية، وطبعا الحلقة الثالثة النهاردة هتبقى، ولكن زي ما احنا شفنا الناس بتسأل أين تم تصوير مسلسل الحشاشين، ده معناه إن الناس عايزة تعرف الديكور. لسه الأحداث طبعا يعني في البداية، لكن يبدو إنه هيبقى تفاصيل هذا المسلسل هي مسار جدل للناس طول الوقت. خليني أرحب بضيفي مهندس الديكور أحمد فايز، وهو مهندس ديكور مسلسل الحشاشين. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. المسلسل واضح ان هو شدد الناس، واحنا عملنا بحث كده علمي ولقينا انه اكتر الناس بتسال على محركات البحث عن تصوير المسلسل وتم تصويره فين. قول لنا بقى الاسرار. احنا الخارجي بتاعه كان بيتصور في كازاخستان، وفي جزء بتاع الميه والمركب اللي هنشوف ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده في مالطا، وبقيه الحاجات كلها في مصر هنا في مدينه الانتاج بنينا كل شيء. طيب لما انتوا صورتوا في كازاخستان وبعدين مالطا وبعدين رجعتوا هنا في مصر، خلينا اقول للناس كمان انه احنا عندنا مدينه للانتاج ضخمه وهايله ومعده، يعني اعتقد هي من اهم مدن الانتاج في منطقه الشرق الاوسط. ده حقيقي. لكن يعني ازاي تقدر تعمل التوازي لانك لازم تحافظ على نفس الصوره؟ كلمنا بقى على الديكور في المدينه. الديكور في المدينه لما رجعنا كده بدانا نشوف بس الحقبه دي كانت حقبه هي ما فيهاش داتا كتير. احنا يعني ممكن حضرتك تشرح لنا واحنا بنتفرج معاك على المشاهد دي، اتفضل. هي اصفهان تحديدا بتبقى عباره، كانت مدينه قديمه عباره عن حضاره فارسيه وجزء من الحضاره الهنديه قبلها، وبعد كده العباسيين دخلوا حطوا وصمه جواها، وبعدين بدات الحضاره بدايه الحضاره العثمانيه اللي هي السلاجقه بدات تخش تحط حاجتها. فانت هنا طول الوقت بتراعي القباب، البيوت، ما بين كذا حضاره اللي هي كذا حضاره اقدم من المكان نفسه، يعني هي بلد قديمه. الفكره ان كنا حابين نبني السكيل ده عشان ده بيدي حقيقي يعني حقيقيه اكتر للصوره عن لو كان في جزء كبير جرافيك. فدايما بنغطي الجرافيك عشان يشتغل ورانا زي ما بيحصل من جبال. يعني انت بتعمل الشكل الحقيقي وبعدين تكمل بعد كده في الجرافيك، يعني تعمل السهول او يعمل الابعاد اكتر، الأبعاد او يزود المدينه، يكبرها المدينه صغيره فيكبرها بشكل كبير، لكن لازم يبقى عندك اساس. لازم يبقى عندي اساس. طيب الارتفاعات كمان كان هي عشان نقدر نصور من كل الجهات، حتى في الاسوار بتاعتها حتى كله يعني خلينا ارتفاعات ضخمه يعني توصل ل 16 و17 متر. بس الحقيقه حاجه بديعه يعني. الله يخليك. استغرق قد ايه وقت اعداد الديكور وتنفيذه؟ حوالي 6 شهور. ست شهور. واعتقد ده هو اللي بيدي الاحساس، يعني لما المخرج بيدخل والممثلين وبيدخلوا الاحداث ده كله بيدي نفس الاحساس، يعني بيعمق الاحساس كمان. ايوه طبعا، يعني الديكور هو بتبقى البذره الاساسيه بتاعتهم، وبعدين يخش يعلى بالتصوير، وبعدين يخش يعلى بالدكوباج بتاع المخرج، وبعد كده يخش يعلى في المونتاج، وبعدين احنا مراحل ورا بعض، وبعدين الجرافيك يعليه. ده اعتقد ده القلعه. دي القلعه اللي هي المشاهد اللي شفناها في الحلقه الاولى. بالظبط، لسه هتظهر كتير بعد كده. وكان عندنا كمان في الحلقه الثانيه امبارح اللي هي وهم كانوا بياخدوا الذهب من على جزء القصر. من المدينه الفاطميه. جزء من المدينه الفاطميه. فانت عندك هنا اكتر من مدينه. المدينه الكبيره دي إيه؟ المدينه الكبيره دي متقسمه، يعني حضرتك بتشوف الميدان وشوارع متفرعه منه، كان ده كله اصفهان، وعاملين شارع من القدس في جنب من جناب المدينه، وعاملين واحد تاني من سمرقند، وفي جزء من الفاطميه، كل ده في الدايره اللي احنا فيها. وكل واحد ليه تفاصيله، كل واحد يعني الفاطمي غير سمرقند غير كذا. طيب خلينا نقول برضو، لانه انا دايما ببقى مهتمه جدا ان الناس تعرف بانه الدراما صناعه، يعني هي مش بس ممثلين وكاميرات، في صناعه، في عمال ديكور، في اضاءه، وعشان تنور كمان المكان وتدي التفاصيل. انا شايفه تفاصيل، انت كمان عامل السقف عامل ازاي؟ اعتقد امبارح كان في مشهد السقف وهو رايح يقابل عمر الخيام لما كان بيقابل في القصر. بتاع السقف ده ايه؟ نشرحه. ده بتاع القصر بتاع الدوله السلجوقيه. فهنا مفيش سقف، هنا بنوصلين لحد حوالي 11 متر، والسقف جرافيك. المصادر كانت ايه؟ كتب التاريخ،
صور معارض يعني يعني في الحاجات دي بيبقى الريفرنس بتاعها قليل جدا، فانت اول حاجه بتروحي لها هي الحاجات اللي عايشه لحد دلوقتي، فبتروحي تشوفي الموتيفات والجوامع اللي موجوده وترجعي لتاريخها. لا بنجيبها كلها سيرش. بتجيبها فبنحاول نجيبها كده، وحاول نخش على المتاحف كمان عندهم لان بيبقى فيها حاجات مهمه، وبعد كده بتبتدي ترجع للمصادر البسيطه. هل بيحصل في تصوير على الورق؟ يعني بمعنى ايه؟ بيبقى المخرج، مدير التصوير، الديكور، انتم الثلاثه كعناصر عمل فنيه بتبقوا قاعدين، لانه التفاصيل اللي احنا بنشوفها في تفاصيل في الحيطان، في الالوان، في الاختلاف، الأبب دي برضو مهم انها تبقى باينه وموجوده وتبقى صحيحه. هي اول ما المسلسل ابتدينا عليه احنا كلنا قعدنا مع بعض عشان نفهم يعني نعمل خطه كلنا هنعمل ايه. الأبب هنا بالوان تقريبا متقاربه بالظبط. على فكره الأبب دي احنا انا شفت زيها مثلا في الاردن، في فلسطين، في العراق. دي حقيقه عشان الحضاره يعني العباسيه كانت ماسكه المكان ده كله. كانت موجوده بنفس الشكل ده. هي الحضاره العباسيه ميزتها كمان ليها حضاره مرنه، يعني مش عندها طراز محدد ليها كمان، بس هي يعني كمان في حاجات بتخش من الاندلس الناحيه الثانيه خالص كان بيدخلوها في المعمار عندهم، وكان بتخش حاجات متاثرين بيها من الحضاره الفارسيه، يعني زي مثلا الاندلس هتلاقي فيها جوه المعمار بتاعهم حاجات من الحاجات القبطيه. موجود في اسبانيا هتلاقي حاجات لا كتير. حاجات من القبطيه كمان القبطية من من اللي قبليهم. طيب احنا هنا شايفين ده طبعا، شايفين عماله، شايفين ديكور. كم عدد العماله اللي بتشتغل فيه؟ حوالي 600 كده. 600 600 عامل بيبني، عامل ديكور، عامل ديكور ما بين نقاشين، نجارين، حدادين، كهربائيه. ودول بيبقوا يعني هل دول الناس العاديين اللي بيبنوا شققنا وحاجتنا؟ لا. ولا دول فنيين؟ لا فنيين، فنيين سينما. بتوع فن، بتوع سينما. لانه هو طبعا بيبني شكل لكن مش بالضروره هيعيش مليون سنه، لان ده ديكور بالزبط. ممكن لا بس ده هيعيش كتير، بس هي اصلا ليهم طريقه ثانيه عشان كمان مرحله التقديم، مرحلة يعني اشرح لي ايه الفرق بين العامل العادي والعامل الفني اللي بيبني ديكور مسلسل؟ التأسيس، يعني احنا لما نيجي نأسس هنا بنأسس خشب، فما بنأسسش معمار زي الحقيقي طبعا. ولا خرسانة بقى ولا حاجات ولا حاجات دي، فهو عنده مراحل تانية خالص. فهنا المراحل اللي احنا بنبني عليها بنبني خشب، وبعد كده بنبني جبس والفوم، ويعني احنا خطة تانية غير خطة الانتريور خالص. فخلينا نقول هنا بس الديكور ده، وده اللي دار فيه كل 30 حلقة احداث المسلسل، ولا في لا في ديكورات تانية وفي حاجات داخل كتير. ولكن الديكور بشكل عام في 600 يعني؟ ايد عامله كانت موجوده فيه بشكل عام. بشكل عام. طيب الحاجه الثانيه برضو، انت هل بترجع يعني لازم ايه المشاكل اللي كانت بتقابل المخرج؟ لان هنا في شريو، حركه كاميرا فوق تحت، يعني كان بيرجع لك في حاجات اكيد. زي ايه هو باتفاق ايه في المخرج اصلا بيجي اما بيحصل وبعدين بقيت يعني كلنا بنبقى على جروب واحد بنتفرج على الحاجات، يعني اول ما ابتدي اصمم بشارك فيه المخرج طبعا اول واحد عشان نقعد نتكلم مع بعض، بيتر بنقعد مع بعض كتير، وبعدين بيجي مرحله التصوير بفهم الاول، ومرحله الملابس لازم يفهم الالوان اللي انا هستخدمها اشاركه في المعمار، اشاركه في الموتيفات. يعني هنا يعني شايفين العمدان ليها لونين هنا. لا دي لسه كانت بتاسس. هنا ده زي قصر او حاجه؟ ده القصر السلجوقي برضه. ده القصر السلجوقي. نفس الشكل. وطبعا هنا بيدخل معاكم كمان عناصر الملابس، في كمان الاضاءه برضو لازم تراعي نفس الاضاءه اللي كانت مستخدمه. بالظبط بالظبط حسين، عشان كده لازم بنبقى كمان في مرحله التشطيب بنبعت لحسين الفريمات، وبنبعت للجرافيك، وبنبعت للملابس عشان بس يبقى عارفين احنا رايحين فين. وبيتر بيجي مثلا على 3 مراحل، يعني بيجي مرحله في الاول، مرحله في النص عشان لو في حاجه زياده عايز يقولها، او عايز نمهد له حاجه عشان التصوير. انت عارف انا بتمنى ايه مهندس احمد؟ يعني انا بتمنى وبنقل ده للشركه المتحده، انه يعني هذا الديكور يظل باقي، لانه وليه لا ان الناس تدخل وتتصور وتتبسط. لما بنشوف حاجات كتير في تركيا يقول لك ايه الفيلا دي تم تصوير فيها مسلسل معرفش ايه، الحته دي على البسفور فيها، فما بالك في مدينه الانتاج هذا الكنز من الديكور، اذا يعني نقدر الناس تقدر كمان تصور او اعمال او يتم الاحتفاظ بيه، هل نقدر جزء منه يفضل موجود؟ دي بتبقى عمليه انتاجيه بس يعني انتاجية. بس فعلا كل حاجات بره في حتى في تركيا وامريكا واي فيها منطقه فيها صناعه، لما يبقى في سكلات زي دي بيتعمل لها مزار، وبالناس كمان بتلبس زي المسلسل، وبالناس بتخش تزور المكان. أيوة بتكت أيوة. يعني زي يونيفرسال ستوديوز بيعملوا حاجات كده يعني. ولكن يعني اتمنى ان ده يفضل ممكن يبقى موجود شويه، انا عارفه انه مكلف
بقائه، ولكن لانه عمل ضخم كبير جدا. يعني بنلاقي ده بيحصل في المغرب وبيحصل في تركيا، بيحصل في، لانه تركيا الناس تروح تصور فيها كتير. هل انا ممكن اسيب هذا الديكور ويتم برضه مثلا فيلم عايز يعمل حاجه عن الشرق الاوسط او الحاجه الروح الشرقيه، يتم الاستعانه، تغيير الالوان، تغيير حاجه، يبقى ايضا قطعه من الزمن موجوده على الارض هنا؟ اعتقد المتحده هتعمل كده، بس لسه مش عارف كده قرارهم ايه. احنا بننقل ده ليه يعني الاستاذ عمرو الفقي، وبنقول يعني نفسنا يفضل الديكور ده ويبقى متحف موجود، والناس الحقيقه تقدر كمان تتابع ونقدر نستفيد منه، لانه اذا كان في 600 عامل بنوا ده، فده أعتقد يعني كم عمالة غير طبيعية. طب بعد البنى ده كمان بيبقى فيه الإضاءة بتبقى موجود فيها، لأنه لازم تبان كل العناصر كما هي، ما الإضاءة ما تغيرش كتير، ما تسطحش العمل، تدي تفاصيل وعمق. هي أحلى حاجة في الـ في الـ في التيم بتاعنا، يعني اللي هو بقاله فترة كبيرة مع بعض، فتيم بقى حافظ بعض يعني، احنا وتيم بيشارك بعضه كتير يعني. السوق كمان هنا، ده السوق. السوق بقى، هل انت برضو بتراعي فيه نفس الازمنه، نفس السوق؟ هل بيبقى مختلف يعني سمرقند غير يعني المناطق الثانيه، ولا تقريبا السوق متقارب؟ لا بيبقى مختلف، حاجات بسيطه في نوع البضاعه اللي بتتباع، يعني في كل بلد بتميزها شويه حاجات بس. يعني احنا هنا الالوان مثلا فيها بنيات، في الوان ثانيه عندك فيها ازرقات، ما عشان دي جزء فيه ازرق ده كان بتاع سمرقند، والبقيه الحته اللي واخده نبيتي في ازرق برضه، لان هم واخدين نفس اللوح، لان سمرقند قريبه كان اصفهان. لكن مثلا في الفاطميين هتلاقي الروح عشان كانت عايميها المجاعه، فالدنيا ما بين الابيض والبيج، ما فيش الوان في الموضوع. ايوه، وانا لاحظت انه كمان حتى في المشاهد المجاعه، حتى كمان الملابس كلها باهته بالظبط، فالدنيا كلها فيها تناسق كبير يعني بالظبط في الشده. طيب يعني بقالنا حلقتين بس بنشوف الحشاشين، والنهارده هنتابع، او بدات الناس تتابع الحلقه الثالثه. انطباعك ايه؟ انه سؤال الناس مبكرا عن الديكور والتصوير يعني الناس بس في شغلانتنا ما بيفهموش فكره الديكور قوي، يعني دايما ما بيبقاش حاسين بالمنطقه دي. يعني فاهمين التصوير، فاهمين الاخراج، فاهمين الممثلين، لكن الديكور لحد كبير ما حدش بيحس بيه، دايما بيفتكروها اماكن حقيقيه، وده بيبقى احنا مبسوطين وده بيحصل، لان انت طول ما انت مش مبين ان ده ديكور وده مش، وانت والناس متلخبطه مش عارفه ده حقيقي ولا ده في مكان بجد ولا ده معمول، مش عارفه تتكرر، ده بيبقى بالنسبه لنا نجاح، يعني انت قدرت ما تخليش البني ادم فاهم ان ده ديكور. بس كفكر الصناعه احنا ناقص لنا فكره الميكنج عامه، اللي الناس تبقى هل حصل فاهمه الحته دي. الميكنج وطبعا نورتوا المكان، ودي المخرج بيتر ميمي قبل دخول الكاميرات يعني والتصوير بقى. حصل جزء كبير من الميكنج، حصل جزء كبير. انطباع الممثلين بيبقى عامل ازاي؟ لان هم دول اللي بيبقوا شخوص يعني لما بيدخلوا، لانه انا لو داخله المكان ده انا هتعامل معاه، هو هيضيف لانطباعي، هيخليني ادي فعلا وكاني انا من سمرقند او من اصفهان او مشابه يعني. لا كانوا يعني في الحشاشين كان الناس بتخش مبسوطه جدا بالديكور وراكبه الشخصيات وخلاص بتعيش الحاله بسرعه يعني. انا نفسي، مش عارفه لو الوقت، لو نشوف يعني في مثلا مشهد اعتقد ده على الافيش، يعني كريم عبد العزيز وفي ظهره البيبان كانت الحقيقه حاله رائعه جدا يعني. البيبان والشبابيك والحاجات دي، وبعدين في كمان كتابات بنكتبها في ظهرهم، يعني هتلاقي احنا كنا بنرجع لمصادر كتير، يعني هتلاقي في حاجات من ابن عطاء الله السكندريه مكتوبه، في حاجات من الاشعار اللي موجوده اياميهم، في حاجات لعمر الخيام، في حاجات من القران موجوده. الموتيفات ده مجهود كبير يعني، انت كمان بتعمل حاله فنيه، مش بس يعني حاله فنيه بتاخد مجهود، عشان كل شخصيه نبني لها البيت مكان بتاعها درامي يليق عليها يعني. امبارح كان في الحلقه مشاهد وهم بيفكوا الذهب علشان يبيعوه من القصر، برضو ان انت لازم تحط نوع من انواع النحاس او بالزبط. يبدو انه ذهب يعني بالظبط، واتعمل الشغل اليدوي بتاع الحاجات، وخصوصا السلاح والحاجات المتبات زي البيبان والحاجات دي والاوكر والحاجات دي، اتعمل جزء فيها كبيرا في مصر القديمه والحسين اصلا. يعني رحنا ورش حقيقيه بتاع الذهب وبتاع النحاس، واشتغلنا على السلاح عشان يبقى دقيق، عشان يطلع فيه صنعه الناس القديمه، تحسي مش مجرد فيج.
يعني حتى النص اللي كنا بنكتب عليه الدروع بننقشها ونصبها. بالنسبه للدروع كمان انا شفت كتير، يعني كان في مشهد امبارح المبارزه بالدروع ده، برضو الدروع دي كلها يعني برضو يعني مكملة لنفس الديكور والشكل، يعني كلها نفس الوحدات يعني. كلها نفس الوحدات بس احنا بيبقى ساعة المعركة بتبقى عندنا دروع حقيقية وعندنا دروع تبقى الأصل منها فيك ديكور بالزبط. طيب يعني كمان هنا انت في هنا نسبة كمان كبيرة جدا احنا لسه مش ناس سلاح، لكن كمان المزج ما بين التصوير الخارجي القلاع بقى والمركب ده كان في مالطا، مركب حقيقية؟ لا مش حقيقية. لا احنا كنا الوتر تانك هناك، تانك كده بنصور فيه المشاهد دي. تانك بتصور فيه بس بنيت المركب بديكور. لا هي كانت مركب جاهزة للتصوير عندهم ثابتة، احنا بنخش نعدل عليها، يعني انا رحت عدلت عليها. عدلت على المركب. لو نرجع لمشهد المركب ونثبتها عشان نختم بيها، يعني مشهد المركب ده برضو مشهد صعب. صعب يعني علشان تلاقي التفاصيل دي وتجيبها، وبرده ده هنشوفه في حلقه النهارده باذن الله ان شاء الله، مشهد المركب باذن الله. طيب التصوير والكامبات كمان، الكامبات دي مبنيه هنا في مصر في الحزام، وفي حاجات في المعارك كانت في الفيوم. خليني اقول شويه ارقام، 600 عامل اشتغلوا او اكتر في الديكور، الورش بتاعه و50 مهندس، قصدي انا اسف، و20 مهندس، 20 مهندس ديكور، الورش كمان اللي اشتغلت في تنفيذ الديكور، ورش في الحسين وفي مصر يعني القديمه يعني وفيصل. اقصد انه كان في هذا المسلسل كان بمثابه مصنع حقيقة، مصنع علشان المسلسل يخرج للناس، عشان كمان التوقيت بتاعه توقيت. بخلاف ده كمان في عمال الاضاءه، ده حقيقه، ده غير الفنيين اللي هم بتوع الاخراج، ده يعني ده غير الملابس، فكان في جيش من العماله المصريه كان موجود في مسلسل الحشاشين، عشان بس حضراتكم تشوفوا لقطه، شوفوا قد ايه بتتكلم. هو احلى حاجه اللي هو كله مصري بالكامل بصراحه، يعني اكيد يعني مصري 100%، مصري 100% بلهجتنا العاميه بلهجتنا العاميه كل حاجه دي لكن اهم حاجه. قبل ما تسيبنا علشان الوقت خلاص، جودر اللي هيبدا في النص الثاني من رمضان ان شاء الله نعمل قعده برده ان شاء الله، لانه انا شايفه ان جودر كمان في ابداع في الصوره، وهناك بقى الموضوع اسهل شويه لان هناك فانتازيا، فبتبقي حره اكتر وبتقدري تعملي عوالم اكتر، خيال. انت مرنه بس خلاك مرتبط بالتاريخ برده، بس خيال مرن اكتر يعني. هل لجأت وانت بتشتغل لاحد المؤرخين او الناس غير الصور عشان تسال برضو وتتاكد؟ ايوه طبعا، رجعنا لصور كتير، رجعنا لناس كتير جدا، زي الناس اللي بتوصف كمان في الكتابه زي قزويني والمسعودي وابن فضلان، عشان تاخد القرار الاخير انا همشي في السكه دي. ايوه بس بنسمع كتير جدا وقرانا كتير جدا 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 غير الحشاشين. بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد فايز، هذا الابداع اللي بنشوفه، ومصر ولاده بنشكركم، وان شاء الله نكمل معاكم هذه الاعمال. انا سعيده جدا لانه مش عشان احنا بنشوف مسلسل درامي، هذه الصناعه الفنيه الدراميه اللي موجوده في مصر صناعه قديمة وكبيرة، ومصر ولادة والريادة واضحة جدا على الشاشة. احنا لسه مكملين، تسعة هيكون معاكم بإذن الله غدا تفاصيل أخرى وأيضا كواليس أخرى، خليكم متابعين، وافتكروا دايما أن الدراما اتعملت علشان مشاهد مصري كريم يستمتع في رمضان، وأيضا المشاهد العربي هو شهر الفرحة، وإن شاء الله يكمل بكل فرحة. انتهى وقتنا في التاسعة، غدا يتجدد اللقاء معاكم، نكون موجودين مع فريق العمل. ألف سلام.